بيكم في مطبخ ميسا، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل لكم طاجن ورقة اللحمة بالخضار بطريقة سهلة وبسيطة وطعمه حلو جدا. المكونات دي تكفي الفردين، وانتوا زودوا حسب ما تحبوا. معانا 2 حبة بطاطس، 2 حبة جزر، 2 بصل كبير، فلفل الوان، كرفس، روزماري، وفص ثوم، وعصير الطماطم. التوابل بتاعتنا ملح وفلفل وكزبرة وزنجبيل مبشور وحبهان باودر وبشرة جوزة الطيب. ومعانا نص كيلو من اللحمة. ما ننساش نقول الجزار عايزينها من وش الفخدة زي البفتيك بالظبط، بس هنقطعها شوية أتخن من البفتيك. نعرف ازاي ان اللحمة دي هي اللي مش هتاخد معانا تسوية كتير؟ نمسك اللحمة كده بايدينا، دخل صابعنا فيها هنلاقي بيدخل بسرعة، معنى كده ان هي التسوية بتاعتها هتبقى سهلة وسريعة. لازم نتأكد ان كل الخضار بتاعنا مقطع صغير عشان ياخد تسوية اللحمة، وننشف اللحمة من اي سوائل خالص. زي ما انتوا شايفين قطعت البصل جوانح رفيع والكرفس متقطع رفيع، ودلوقتي هنتبل اللحمة بالملح والفلفل الأصفر، وبعدين نقلبها على الوش التاني وبالملح والفلفل ونعمل نفس الموضوع. وتاني خطوة هنشوح المكونات على النار كلها مع بعض. هنجيب الطاسة سخنة ونحط فيها شوية زيت، ننزل باللحمة ونديها صدمة على النار. ودلوقتي نحط الروزماري بيدي طعم وريحة حلوة قوي للحمة. أول ما اللحمة تاخد اللون الذهبي نبتدي نقلبها على الجنب التاني كده. تمام، اللحمة أخدت اللون الذهبي، نبتدي ننزل عليها ببقية المكونات. دلوقتي ننزل عليها بالبصل ونقلب. البصل كده خلاص دخل أول مراحل الدبلين بتاعته، ننزل عليه بالكرفس. دلوقتي نحط فص الثوم المفروم، ونقلب كويس جدا. لازم نخلط المكونات دي كويس مع بعض قوي عشان اللحمة تاخد من ريحتهم لحد ما يوصلوا للون البني ده. وفي طبق على جنب عايزين ناخد شوية من الخليط ده، وبعدين هقول لكم نعمل بيه ايه. نبتدي ننزل بعصير الطماطم ونقلب كويس. لازم كل مكون نضيفه ونقلبه كويس مع اللحمة. ويلا بقى نحط التوابل بتاعتنا، ملح وفلفل والكزبرة والزنجبيل المبشور والحبهان البودر ورشة جوزة الطيب. نزود في الملح شوية لان احنا عارفين ان البطاطس بتشرب الملح، فخلي حدقها حلو قوي حسب رغبتك، او خلي حدقها بزيادة شوية عشان البطاطس لما تشرب الملح بتاعها ما تبقاش دلع. وبعدين ننزل بالخضار، لازم الخضار بتاعنا يتقلب مع المزيج ده كويس قوي. عشان كله يبقى متداخل في بعضه وبقى باللون ده. نيجي بقى لأهم مرحلة عشان نضمن تسوية كويسة لورقة اللحمة بتاعتنا. لازم يكون ورق الفويل وورق الزبدة بتاعنا أكبر من الطاجن، عشان نعرف نقفل الطاجن على المكونات بتاعتنا ونضمن تسوية للحمة والخضار بشكل كويس، يعني يكون محكم الإغلاق. هنعمل ورقتين الفويل كروس بنفس الطريقة، هنعمل ورقتين الزبدة كروس برضو لحد ما نوصل للمنظر ده. هنجيب الطبق البصل بالكرفس بالثوم اللي كنا سايبينه على جنب ونحطه في أول الطاجن زي ما احنا شايفين، عشان اللحمة تاخد طعم البصل في التسوية. وبعدين هنرصص قطع اللحمة في أول الطاجن، ولو انتوا حابين ممكن تحطوا الخضار في الأول وتحطوا اللحمة في النص وبعدين تنزلوا ببقية الخضار حسب ما تحبوا. ننزل ببقية الخضار على اللحمة ونظبطها بالشكل ده. تعالوا بقى نقفل ورقة اللحمة بتاعتنا بشكل محكم عشان ما نخليش فيه اي هواء يطلع منها، ونضمن ان هي تستوي بشكل كويس. انا بقفلها كده كل ورقتين قصاد بعض. ورقة اللحمة جاهزة ان هي تدخل الفرن، هندخلها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ساعتين. كده ورقة اللحمة جاهزة، وناخدها ونقلبها في طبق ونفتحها بالسكينة كروس عشان يكون شكلها كويس في التقديم.
طلعوا بقى كده وشموا الريحة الفظيعة دي، وطعمها تحفة، هتاكلوا صوابعكم وراها. وكمان اللحمة دايبة والخضار دايب فيها، حاجة كده فوق الوصف. لو عجبتكم الطريقة بتاعتي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا شير ولايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني.